نعم تحية أخوية أصدقائي الأطفال أصدقائي وصديقاتي الموقرين المؤطراتي لجمعية الغد المشرق، نغتنم هذه الفرصة، نتمنى تكون فرصة مباركة كريمة. نعود نمد لك جسور التواصل ما بيناتنا وما بين الفاعلين بشكل عام في مجال ديال التنمية بسلام، وكذلك الاهتمام بالناشئة المستقبلية، لأنه حتى اليوم هو شاب ديال الغد، هو رجل ديال بيت غدا إن شاء الله بحول الله. أولا أنا سعيد بجوج الحويجات، سعيد أنني تواجد بيناتكم، ياك الأطفال معايا؟ لا. ثاني حاجة سعيد أنني لقيت واحد الجمعية اللي كتعاونني. كيف كيتعاونني بابا وماما، كيف كيعاونني الأستاذ ديال المدرسة، وكيف كيعاوني المدرب داخل لاصال الرياضة. لقيت واحد الجمعية اللي كنجي كتعاوني في تنمية القدرات ديالي، كتعاوني باش نضحك، باش ننشط، باش ننمي المهارات ديالي، باش نسمع مزيان، ربي يودني على السمع الكلام زوين، ونشوف شي حوايج ديالي زوينين، ويكون عندي أمل. وملي كتحط بيا هاد الجمعية راه عندي موهبة، ولا عندي شي حاجة يمكن تنفعني في حياتي، كتشدني كتديني البلاصة اللي غادي ننمي فيها هاداك. مثلا إذا كان شي وليد منا ولا شي بنيته كتعرف دير ولا كتحلوى كرة القدم، هاد الجمعية كتاخد ديك الوليد ولا ديك البنيته كتديها للنادي اختصاصي في مجال كرة القدم باش يطور المهارات ديالو. ملي كنعرفو شي وليد ولا شي بنيته راه عاد كرا سيد عمر وكنحيي بزاف عليها، كيهوى الرسم، كيهوى التعبير من خلال الرسم، وغادي نرجعو لهاد القضية هادي، التعبير من خلال الرسم. كنجيبو ليه السي حسن اللي هو خبير في مجال ديال الرسم والإبداع الفني، كنمي معاه القدرات ديالو. فبالتالي أنا سعيد وانتوما خصكم تكونوا انتوما سعداء جدا، لأنه كاينين وليدات اللي ما عندهمش هاد الفرصة اللي حنا فيها. متفقين معايا؟ متفقين. وكنحيي كذلك الأساتذة الكبار اللي بيلي ديال العمل الجمعوي وديال العمل التفاعلي اللي ما فيه بزاف ديال الحوايج ديال التواصل ديال التنسيق، وكذلك حتى ديال ابراز المعلومه الحقيقيه في مجالات مختلفه، وكيشرفوا على برامج متعدده ان شاء الله في المستقبل تعرفوها شويه بشويه. اليوم عندنا موضوع هو التواصل، والاهميه ديال هذا الموضوع هذا غادي نبداو معكم من دابا هاد القاعة هذه، وغادي نزيدو ننميوه في ديورنا وفي المدرسة وفي دار الشباب تبركت. وغادي تكون عندنا فرصة غادي نخدمو به في غابة معينة ولا في شاطئ معين، وغتكون كذلك عندنا فرصة غادي نمشيو به للمخيم ونبرزو الأطر ديالنا آخر العام، أننا راه استفدنا من الدورة التكوينية اللي عندها علاقة بالتواصل. ياك ماشي زوين؟ إلا شتو لي كنخربط قول ليها كتخربط. ياك يا شباب او ولاد الا كنت كنخربق قول لي راه ما فهمتش، راه كنخربق نرجع للسطر عاود ثاني نعاود نقدو. ياك كان واحد الاخ ولا اخت، شكون اللي كان دار النشيد دابا اخي النشيد مثلا؟ موبيل. راه غادي ناخذوك حاله دراسه الحاله. نتحب على اسباب سياده مغطي طيفي صديقكم، ياك كتعرفوه تا هو كيعرفكم مزيان، كيشكركم بزاف، كيقول لي عندي وليدات زوينين وهما الابطال ان شاء الله بحول الله في تبريك، غادي نشوفو المستقبل. دار لنا واحد النشيد دابا، ياك هو دار النشيد وانتوما تفاعلتوا معاه، شكون اللي عطيني شي كلمات من داك النشيد اللي دار؟ تفضل اولي. الطيرو الطير وشادة كينا مزيان، شكرا لك. تفضلي. لا 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 كينا سد واحد هاك واحد. تفضلي. تفضل كيو 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 كينا برافو. زيد تفضلي. بلحنه كينا مزيان مزيان. دابا عندنا حنا هو الاخ تفضل بلحنه برافو عليك.
صديقنا دار واحد العمليه من عطانا النشيد، هي صديق عمليه واحد مجهود وشي حاجه عطاها لينا. اشنو دار؟ خدا كلمات وجدهم عطاهم لينا، حنا استقبلناهم بقينا عاقلين على شي حاجه فيهم، شي حاجه ما عاقلين فيها، ولكن مع الوقت كبروا وفتحوا. بمعنى الاستاذ الطيب هو الملقي القى، وحنايا هو المتلقين كنتلقاو. اش كنتلقاو؟ كنتلقاو معلومات، كنتلقاو اخبار، كنتلقاو خبرات، كنتلقاو افكار، كنتلقاو من الملامح مجموعه من الاحاسيس ومن العبارات. ثاني عندنا الملقي، عندنا المتلقي، وعندنا الرساله. الرساله هي الكلام، ماشي اللي تقال هو لا اله الا الله، هذيك رساله، هذاك هو الميساج نحلها. ولكن شنو استعمل؟ شنو هي الاداه اللي استعمل هو؟ اذا ما يتهرب معيش واحد ما كاين مشكل. التواصل. التواصل. التعبير. جيد. الإلقاء. جيد. التعبير. التعبير جيد جدا. الإرسال. الإرسال جيد. برافو عليكم. شي حاجة؟ الفهم. الفهم. الأحاسيس. الأحاسيس. القناة اللي يستعمل هي قناة صوتية. يخدم الصوت والتعابير ديالو. إشارات. لاحظنا؟ كاين ملقي، كاين متلقي، وكاين الرسالة اللي هي النشيد، المحتوى اللي فيها، ولكن العملية التي تستعمل، يعني القنوات التي تستعمل، استعمل هو الصوت، حيت كان كيهضر، الملامح ديالو، والإشارات، حنا كنتكلم معاه بالإشارات. صافي، دابا العملية ديال التواصل هي هذي، بمعنى معنا شي اخ ولا شي واحد يحرر شي كلمات، حيت حنا بغينا من هنا ننتجو شي حاجه ديالتهم، حنا اللي كنساعدوهم. يمكن بحال التقرير، بحال التقرير، بحال التقرير، صافي. بمعنى ان العمليه ديال التواصل او التواصل هو، التواصل هو نقل مجموعه من الافكار، من الاخبار، من المعلومات، ومن التجارب. حيت هو الموضوع ديال التواصل ماشي تغيور ولا نحبسوه، ولكن كل شيء كل الوليدات الصغار ماشي هما الكبارين، ماشي هما الكارين، ماشي هما الاكاديميين، كل واحد كيتعامل مع التلقين. العمليه التواصليه هي اولا نقطة تعتمد على متلقي وملقي ومتلقي والمتلقي والرسالة والقناة المستعملة أو القنوات التواصلية. ملقي ومتلقي الرسالة. الرسالة. الرسالة ستكون مثال والوسيلة القناة أو الوسيلة. نعتبر نقدروا نعتبروا نتصوروا معنا حنا واحد الناس ما كنسمعوش، بغينا نتواصلوا. واش معايا انت؟ معايا؟ معايا؟ بغينا نعتبر اننا حنا واحد الناس ما كنسمعوش، اش كنسميهم؟ اللي ما كيسمعوش. الصوم. الصوم. كاين واحد الناس ما كيسمعوش، ولكن بغينا نتواصلوا معاهم. كيف شنو القنوات اللي غادي نستعملوا؟ برافو عليكم. الإشارة والكتابة و و و علاش؟ ما كيسمعوش. كاين واحد الناس ما كيشوفوش. رسالة صوتية. رسالة صوتية. جيد جدا. البراي ياك؟ ياك يا عمر؟ طريقة البراي. طريقة البراي. برافو عليك. كاين واحد الناس ما بغا يهضروا، ما بغاو يسمعوا، يقدروا بغاو غير يشوف. شنو هي الطريقه اللي غادي نستعملو كاع الطريقه؟ إشارة. إشارة.
كتابة. تواصل بصري. تواصل البصر. تواصل سمعي. تواصل سمعي. يمكن عن طريق الإشارة. يمكن اعتماد لوحات إلكترونية. لوحات للرسم. لوحات إلكترونية ولوحات للرسم. تقدروا تشوفوها ويعرفوها الناس شناهي. هي غير مرسومة. ما هضرناش معاهم وما سمعوناش. ملاحظة لوكو ملي كنشوفو نجمة المغرب كنعرفوها راه دولة المغرب ولا عالم المغرب. شوفو فاعتماد تختلف القنوات ولكن الرسالة قد لا تختلف. القنوات المستعملة تختلف بطبيعة الحال والرسالة كتقدم هي هي. كيبقى كذلك الملقي والمتلقي كنتفقوا عليهم كنختاروا لهم المجال ديالهم والمحور ديالهم بحيث انه عافاك بحيث انه التواصل داخل القسم عنده واحد المعايير محدده والتواصل داخل دار الشباب مثلا نادي يسوي ولا فضاء مفتوح ولا كذا عنده معايير ديالو وكذلك التواصل داخل المخيم عنده معايير ديالو والتواصل في الدار عنده معايير ديالو تختلف هذه المعايير حسب اختلاف الوضعيه اللي كنتواجدوا فيها والموضوع الذي يناقش والطريقه التي تناقش بها. نعم كنشوفوا مثلا ويلات ونقدروا نعتبروا شي وحدين راه فهموه وهما راه ما فهموش ولا شي وحدين كنعتقدوا بانهم راه ما فهموش وهما راه ما فهموش بحكم المجال. والطريقه باش كيهضر معايا بابا ولا ماما ماشي هي الطريقه باش كيهضر معايا الاستاذ. يعني التواصل باش كيتواصل معايا الاب ديالي ولا الام ديالي ماشي هي الطرق اللي كيتواصل معايا بها الاستاذ ولا الاستاذه ولا المختار ولا المختاره الى غير ذلك. ياك الى بغينا نكون هذه العمليه ناجحه هذاك المرقي هذاك المتلقي وهذيك الرساله وهذيك القناه نعتبر بان العمليه التواصليه كانت ناجحه ولا فعاله. اش خصو يمكن يكون اشنو اللي خصو يكون في هذه الحاله هذه نقدروا نقولوا باش نافونسي شويه شنو هي المواصفات اللي خصها تكون عند هذاك الملقي باش يتقن العمليه. هي هذيك اللي نقول انا نتناك شويه طريقه استعمال طريقه معينة باش يوصل المعلومة ممكن شكون إلا بغينا العملية التواصلية تنجح تكون ناجحة غادي يبداو من الملقي شنو هي المعايير والمواصفات اللي خصني يتميز بها. مثلا عندي أربعة ديال الشباب بحال صديقنا ما عقلتش السمية طيفي قولي سمية محمد برافو عليك محمد. عندي كاين أربعة ديال الشباب سميتهم محمد 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 كيفاش غنختاروا هاد محمد شناهي المواصفات اللي فيه اللي غنخليو يتكلف هاد المهمه ديال انه يوقف قدام اطفال يعطيهم نشيد تكون فيه مواصفات ها شناهي المواصفات اللي خصها تكون مثلا الثقه الاحساس الاحساس برافو عليك الخبره النشاط الثقه في النفس الثقه في النفس الثقه في النفس الثقه في النفس الاحاسيس الصبر الصبر الصوت الصوت برافو طريقه الاقناع طريقه الاقناع الان عطيتونا عطيتونا شي حاجه كتكون في الانسان وشي حاجه خص الانسان يكتسبها اللي كنتكلم على الثقه في النفس وكنتكلم على هذا الشجاعه ولا على الجرأه وكنتكلم على الحسن ديال اللمحات ديالو انه كيكون مستعد فرحان ولا على حسب التعبير. كاينه شي حاجه اللي عطاها الله كمهمه فيه وكاينه شي حاجه يمكن يشتغل عليها باش يكتسبها باش يولي
بطل من أبطال ديال الإلقاء في مجال التواصل، ياك؟ شنو هي المواصفات اللي يمكن تكون عند المتلقي؟ حنايا اللي جالسين كنسمعوا، شنو هي المواصفات اللي خصها تكون عندنا باش تكون العملية مزيانة؟ الإنصات. شكون؟ شكون؟ تكلم. قول الإنصات. حاسة السمع تكون مزيانة متعدة. الاستعداد. الاستعداد حياك الله. حاسة البصر. حاسة البصر. حنا راك شدوني خصك تشد لا ما تقولش واحد. الانجبال. الانجبال جيد. التركيز. التركيز جيد جدا. زين. القوة. قوة الصوت. الشجاعة. الحضور والقوة ديال كل شيء. الشجاعة. مزيان. الصوت. شعور. تفضل يا استاذ. الثقة في المتواصل. الثقة في المرشد. اللي يتواصل معايا. المرقي. اللي اعتبرناه مرقي. يلقي. الإحساس. الإحساس. الشجاعة. الشجاعة. القوة. التركيز في إلقاء المعلومة، جيد. لا، هو راه مستمع، هو متلقي، هو متلقي، كل ما كنتش أنا مركز دابا مغاديش نتفاعل، هذاك الملقي هو اللي خصو يكون مركز جيد باش يكون إلقاء ديال المعلومة. الاستماع. الثقة في النفس. الثقة في النفس. صافي؟ الذكاء. الذكاء، مزيان. دابا قلنا خصنا واحد الملقي يكون عنده شجاعة، مجد قبل، يعني محضر باش غادي يلقي، يعني مستعد كما تكلم الأخ، وعنده ثقة في الناس اللي معاه وفي نفسه وفي كل شيء باش يلقي شي حاجة ولا يعطينا شي رسالة مهمة. بالمقابل خاص هذاك المتلقي يكون مصغي ومستعد ومجد نفسيا، كذلك عنده يتفاعل داخليا من خلال الانتباه، داكشي اللي كيتلقى واش مزيان واش ماشي مزيان، واش صحيح ليه واش مضر، وهادشي غنجيبو ليه بجوج بهم يكونوا مزيانين. هذيك الرسالة اللي غادي نلقيو كيفاش خصها تكون؟ كاين الملقي، كاين المتلقي، كاينة رسالة يا كاع. قلنا رسالة الملقي هو متلقي. واش اخر؟ رسالة. هدرنا على الملقي، هدرنا على المتلقي، هذيك الرسالة كيفاش خصها تكون؟ المواصفات نتاع الرسالة. حنا كنتكلمو على عملية تواصلة، تواصلية فعالة وجيدة ولا ناجحة على الأقل. واضحة. واضحة جدا، جيد جدا. واضحة. واضحة، برافو عليك. مفهومة. مفهومة. منضبطة. منضبطة. مسؤول. مسؤول. رئيس. رئيس. رسالة. فوالا كاين عندنا الملقي. المتلقي. سيكون محضر، مستعد، فاهم، واعي، كذلك شجاع. وعندنا متلقي يكون منتبه، حريص، واعي. كاين النضج، رغم النضج ما عندوش علاقه بالسن، والرساله تكون واضحه جدا، تكون باينه واضحه مفهومه. الا ما كانتش رساله واضحه يقدر يكون الفهم خاطئ وتكتب عليه حوايج ماشي مزيانين. ولا كانت رساله واضحه والمتلقي غير منتبه يقدر يكون الفهم ايضا ناقص ويعطينا نتائج سلبيه ماشي اللي بغينا. كيف يتم اختيار القناه؟ دابا رساله قلناها، تكلمنا على الملقي والمتلقي. انا كنعاود الكلام باش تشدو شويه، حيت كاينه شي حاجه ما كتقراش بزاف، ولا واخا كتقرا ما كتوصلش
مع الخبره والميدان باش كي قال كترسخ عندنا كقيم ولا ولا فوالا. هذيك القناه كيف يتم اختيار القناه؟ انا اختاريت اليوم القناه ديال التواصل معكم هي هكا وقف وجالسين والصوت والصوره وكل شيء حاضر فيها تحت الامكانيات. اذا كيفاش علاش اختارينا هذه القناه ما اختاريناش قنوات واحده اخرى؟ موثوق فيها تساعد على الفهم حسب الحالة اللي فيها هذوك الناس كاملين من غير مشبوع غير مشبوع نحن بس تفضل شي واحد شي بنت عنصر عنصر مزيان. يعني يجب اختيار القناة من المعايير ديال التواصل باش تكون ناجح. هذه القناة عندها أهمية كبيرة وكيجب نختار الحسن حسن الاختيار ديالها اللي كتضمن لنا النجاح ديال العملية. هذه الطريقة سهلة وكاينة آليات ووسائل تستعمل في هذا المجال وكنا كثارين في وضع كبير غادي نستعملوا مكبر الصوت باش يوصلوا لنا الكلمات ويكون تفاعل. كاينه عمليه واحده اخرى اللي هي هذه الامكانيه اللي اختارينا اليوم كتفتح لنا المجال ديال التفاعل المباشر مع الاطراف بشكل مباشر. يعني عمليه تواصليه تفاعليه فيها نقول انا تكون انت تسمع كان تسمعني انت وكنضبطوا واحد الجو فيه الانتباه وفيه السكات وفيه الاحترام وفيه الحقوق. حتى الحقوق مهمه كيف عندي الحق انا نتكلم انت عندك الحق تتكلم وتعبر رايك كان خاطئ ام صريح ام صائبا فلك الحق. هذه من المعايير ديال اختيار القنوات ديال التواصل. واخا نقدروا نحبسوا هنا ونرجعوا ونشوفوا الاخوان نرجعوا نقولوا نسمعوا شنو رد فعل ديالكم يا شباب في المستقبل. انا استمر ونواصل. نعم استمر. نعم جيد جدا باش من نرجعوا ونشوفوا هذا الشيء اللي تواصلنا فيه ياك اللي قلناه اللي زرعناه ونعاودوا نسقطوا حوايج اخرين. فشكون اللي غيذكرني اشنو قلنا من البدايه حتى الان حول التواصل عمليه التواصل الى غير ذلك؟ اشنو اللي سمعنا اللي فهمنا اللي بقى لينا في دماغنا؟ يلا شكون اللي غيذكرني؟ اللي غيذكرنا اشنو قلنا؟ تفضلي. اول لا ما تقراي لا تقراي طراو قول. اول التواصل هو نقل في التجاره تجاوز وفي الفهم والمتقوى المتلقي والرساله. شكرا. شي حد اخر؟ تفضل. نلقى معلومات وافكار. شكرا. نقل معلومات وافكار. برافو عليك. شكرا. التواصل بين الناس اكثر. المهم والرساله والمتلقي. شكرا لك. شكرا لك جيد. التواصل يعتمد على المتلقي والمبطي والرساله والقناه. جيد جدا برافو عليك. شكون شي حد يتذكرنا شي حاجه اخرى؟ تذكر تذكروا شي حوايج اخرين؟ انا غنحاول نتذكر اذا تذكرت شي حاجه وقولوا لي واش كاين هادشي ولا ما كاينش. تكلمنا على العمليه التواصليه او التواصل هو نقل واحد المجموعه ديال الافكار او معلومات ولا اخبار ولا خبرات الى غير ذلك تنقل. هاد عملي هادشي اللي هضر عليه ينقل عبر المرسل او الملقي الى المتلقي او المرسل اليه من خلال قناة تحمل الرسالة اللي هي المحتوى ديال داكشي اللي تلقى. داكور فهمنا ياك بينا مزيان قلنا ودي هذاك الملقي خصو يكون عنده معايير ومواصفات باش يكون مرقي. وهذاك المتلقي خصو يكون وضعية أيضا وعنده مواصفات باش يكون متلقي جيد.
كذلك تكلمنا على المحتوى الرسالة خصو يكون هادف وسلس وواضح. تكلمنا على اختيار القناة أو القنوات أو الوسائل اللي غتحمل لنا هذه الرسالة، فهي تختلف حسب المجال، حسب الفضاء، حسب أيضا الوضعية اللي كتكون فيها، اللي كيكون فيها الملقي والمتلقي. الآن إلا بغينا نتكلموا على التواصل داخل الجمعية والتواصل خارج الجمعية أو لا القسم أو لا الفضاء أو لا ورشة معينة أو لا المخية، ما المفروض؟ أشنو خصو يكون عندنا بالأساس؟ باش ما مرتاحش مرتاح؟ لا سميتك؟ اسماعيل. اسماعيل مرتاح؟ اذا ما مرتاح ولا كنتي ما مرتاح ما غاديش تراسي معنا تراسي معك مزيان. عبيد يلا نقدروا نحولوكم من تما. دابا هذا تمرين درتي لنا التشويش، بما انك درتي لنا التشويش عمليه التواصل هي بقات غاديه مزيان ياك؟ نعم. حنا خديناك هنا مولاج دامك ماشي راك انت مزيان، لا بالعكس زوين تبارك الله عليك مؤدب مخلص، ولكن درتي لنا عمليه ديال التشويش دخلتي شوشتي لنا على الرساله وشوشتي على ذاك الملقي باش ما يقومش بالمهام ديالو، فبالتالي هذا عمل من الاعمال اللي غنشوفوها داخل العملية التواصلية داخل الجمعية. بغيت عطاكم الأطر يشاركوا معايا شوية غير في النقاش، عطاكم شوية ديال التفاعل اللي كان ممكن نساعدوا الوليدات وكذا. ملي كنتكلموا ناخذوا شنو ناخذوا مخيم نموذج، ناخذوا مخيم نموذج، لأن المخيم فيه الوليدات وفيه الشباب وفيه اليافعين وفيه المخيم. شنو هو؟ ملي كنتكلموا على المخيم شنو هو المخيم؟ تفضل. هو المخيم عن بعد. جيد. ما تكتبيش انت، ما تكتبيش انت الله يهديك. مركز للترفيه كذا الى اخره. يعلمنا الانتباه والتواصل. جيد جدا. فترة كنخدمها بعيد عن المنزل ديالي. جيد. يمكن لكم تشاركوا. هذا الاعتماد على النفس. هذا اللي كنلقاه في المخيم. مكان للأنشطة والترفيه. جيد. واخا المخيم هادشي كامل اللي قلتوه ما خصوش يكون إلا إذا ما كانش حدا بحال هذيك المؤسسة. نعتبر أن المخيم هو مؤسسة تربوية. المخيم هو مؤسسة تربوية. فيها الترفيه، فيها غير الترفيه، فيها التعلم، فيها كذا، مؤسسة تربوية. هذيك دابا كنربطوا على المخيم على التواصل. هذاك المخيم اللي هو مؤسسة في العدد من البرامج وفي آليات وفي وسائل وفي موارد بشرية ومالية وتقنية وإلى آخره. إذا كنا بغينا نتعاملوا مع المخيم ولا نحضروا المخيم المستقبلي ديال شهر 8 ولا شهر 7 نعتبره الآن مشروع ياك، كنعتبروا حنا عندنا كنوجدوا واحد المشروع اللي هو المخيم ديال جمعية الغاز المشرف وجمعية جسور التواصل اللي غادي يجيو فيها الوليدات يترفعوا إلى غير ذلك. هو مشروع، هذاك المشروع كنلقاوه فيه عدد من مجالات تدخل وبينحقوا أهداف وأنشطة ونتائج، يعتبر مشروع وفيه ميزانية شحال خصنا الفلوس خصنا المواريد شحال خصنا كذا مليان. كنمشيو نخططو، ملي كنجيو للتخطيط كنجلسو أطار كنخططو في المجال التربوي اشنو خصنا، وفي مجال التغذية كذا اشنو خصنا، وفي مجال التنشيط والأنشطة وكذا اشنو خصنا، ياك الأخوات والإخوان، متفقين معايا. الموارد البشرية اشنو خصنا، الموارد المالية اشنو خصنا، والموارد التقنية اشنو خصنا، والوسائل باش غادي نديرو هداكشي اشنو خصنا ياك. ولكن ما كنتكلموش
على المنهجيه التواصليه ديال المخيم. ما تروحش معايا لا؟ دابا في المخيمات هذا الاخطاء كرتك هو. حنا كنديروا كل شيء. كنوجدوا البرنامج ولا مشروع، دابا اي مشروع كنوجدوه في المخيم من قديم الان ما كنلقاوش فيه واحد الخانه ولا فقره تهمو التواصل والاخبار والاعلان والدعايه الى غير ذلك، ما كنلقاوش فيه. اليوم حنا مطالبين باش في التخطيط ديالنا للمخيم ولا الانشطه ديال الجمعيه داخليا ولا الفضاءات الخارجيه تكون عندنا منهجيه ولا خطه استراتيجيه برنامج تواصلي. غادي نجيو نعرفوا علاش واش ممكن ينتج لينا. ملي كنتحدثوا على برنامج تواصلي ولا انا نسميه خطه استراتيجيه ديال الجمعيه في التواصل خارج المخيم وداخل المخيم، داخل الجمعيه وخارج الجمعيه، يعني التواصل داخل الجمعيه ماشي هو التواصل خارج الجمعيه. الدليل هو انه انا في داخل الجمعيه كنتواصل مع اعضاء الجمعيه بميساج واتساب غير مكلف وسهل وكيتجاوبوا معايا. ولكن ملي نتواصل مع مجلس مقاطعه الجامعه ولا مجلس مقاطعه ولا مجلس الجامعه ولا جهه اخرى خصني اليات مختلفه نتاع التواصل ماشي هي اللي كنستعمل داخل ولا نشتغل مع القطور ماشي هي الطريقه ديال التواصل ديالي مع المستفيدين والمستفيدات كانوا اطفال ولا كانوا غيرهم. ولا نتواصل مع الجمعيات الاخرى والفاعلين الاخرين ماشي نفس الطريقه باش كنشتغل مع وحتى الطريقه الناس الميساج التواصل ديالي التواصل ديالنا مع الاطر التربويه ماشي هو التواصل ديالنا مع الاطر الصحافيه ولا الاعلاميه. ياك التواصل ديالنا مع الاطر التربويه ولا الاطر الاداريه ولا الاطر الرياضيه ماشي هو التواصل مع الصحافه مع الاعلام مع يختلف. فبالتالي الجمعية مطالبة تكون عندها خطة استراتيجية نتاع التواصل. اش كتعطيني هاد الفقرة هادي اللي تطالب أنشطة الجمعية؟ كتولي الجمعية كتكلم عليها. اشنو كتعطيني؟ كتستافد الجمعية منين؟ مناش؟ أن الأطر ولاو هاغمين العملية ديال التواصل، ما بقاش كتخلعو، كيتمكنوا القدرات ديالهم كتتطور في الإطار التواصلي من خلال تجربتهم، من خلال تيقنهم في النفس، من خلال كيرصدوا التقنيات نتاع التواصل كيفهموها. ثاني حاجه كنديروا الاشعاع ديال الاعمال ديالنا داخل الجمعيه من خلال العمليه ديال التواصل والاخبار والدعايه الى غير ذلك، واتساب وفيسبوك قنوات وجرائد كل شيء يمكن كنعطيو منا. كنعلموا الوليدات انهم يمكن يكونوا منتجين في المجال الاعلامي ولا السمعي البصري ولا التواصلي. راه كاينين خبراء تاع التواصل بحال الخبراء في مجال الطب بحال العلماء في مجال مثلا الطاقه النوويه مثلا خبراء ولا علماء بحال في هذه المجالات هذه ديال التواصل هذا. بالتالي من هنا يكون واحد الورش مفتوح على الجميع وممكن كل مره حصص نقولوا الاخوان الاطفال يعطونا نصائح تقنيه كيفاش بغاو نتواصلوا معاهم ولا كيفاش يتواصلوا مع العائلات ديالهم ولا كيفاش هما بغاو يتواصلوا معنا يختاروا لنا مناهج تاع التواصل سهله وفيها مستعمل فيها جميع الاليات اللي بغينا نستعملوها ديال التعبير ديال الاشاره ديال الرسم ديال واحد ياخذ يكتب لنا قصيده كيعبر بها على موضوع باش يتواصل مع واحد فئه معينه مثلا. كنفتحوا هذه المجالات هذه باش يكون ولكن الجمعيه يكون عندها مخطط ولا استراتيجيه تواصليه تبنى على الاتي. الاستراتيجيه تبنى على بحال جميع المشاريع تبنى الاستراتيجيه على بحال المشاريع كنتكلموا على هدف عام اوبجيكتيف جلوبال هو الهدف العام كتبنى على جوج اولا ثلاثه ديال الاهداف الخاصه
وكذلك 4 ولا 5 ديال النتائج اللي ممكن نحققوها باش نوصلوا للاهداف. وبالتالي خصنا لي زاكتيفيتي ولا الانشطه اللي غادي نحققوا بها ديك النتائج ونحققوا دوك الاهداف ونساهموا في الهدف العام. بقيت مني عندنا خطه تواصليه او لا خطه استراتيجيه للتواصل لجمعيتي الغد والجسور مجال الترابط بشكل عام ومدى المخيم بشكل خاص. هاد الامور حيت الا ما كناش كنتمرنوا على الامور ما غاديش نضبطوها. الا ما كناش كنا كنحضروا الدورات التكوينيه غير حلقه نحضروا نعاودوا نحضروا نعاودوا نحضروا. الا ما كناش كنتمرنوا حنا ونفكروا حنا ونخرجوا نماذج اللي يصلحوها معنا الاخوان ديالنا ويوجهونا وين كنا ما غاديش نستافدوا بالشكل المطلوب وبالشكل الخاص. ما عرفتش انت لقيت معايا الاطر ولا لا؟ نعم. انتم ما عرفتوش الفرق غير كنخاف تقولوا لي راك تخاف. لا واخا علاش مش على باش هذيك تقولوا هذيا زعما باش نكونوا باش نكونوا كنتواصلوا اكثر وفعلا كنعطيو داك الشيء من قلبنا ويكون مسلوكم كنتواصلوا من قلبكم. فإذا مشينا للمخيم قبل ما كيف كنديروا برامج لإعداد المخيم بالبرامج ديالو حتى ديك الخطة التواصلية ما نساوهاش نشتغلوا عليها. وحنا في المخيم كنديروا كيفاش نتواصلوا مع الآباء والأمهات في الوسائل اللي كنحددوا وكيفاش نتواصلوا مع الإعلام وكيفاش نتواصلوا مع الجمعيات اللي بحالنا بحالهم وكيفاش نسوقوا المنتوج التربوي ديالنا اللي خدمنا عليه مدة ديال سنة على الأقل. هذا بالنسبة للأطر. أما بالنسبة للجمعية خصها تخدم على منهجية ديال من بداية دابا أشنو سوقات أشنو الجات كيفاش غتسوقها للجميع. وفي خلال التعامل ديالنا حتى النماذج اللي كتبان لينا موهوبة كنسوقوها كنسوقوها تاعي كنبينوا بأنه راه عندنا جمعية الغاز المشترك ولا بالوصول شاب ولا شابة موهوب واحد المجال معين وهو واحد المجال معين يمكن يستافدوا منه. فاذا كان شي منا نقدروا نديروا ورشات صغيره ديال 5 6 ويعطيونا البطائق ديال كيفاش جوست الوليدات وحتى الاطر وحتى الشركاء ديالنا بحال قبيله كيتكلموا على 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 الملحه نتكلموا على المعايير المعايير الملحه شكون اللي غيدير المعايير الجمعوي مع السياسي عزيزتو يعطيونا المعايير فوالا كيف عليها بزاف وعلى كل حال ان شاء الله الى الى بدينا كننجحوا هذا العام غادي نوليو حنا في الجمعيه ديال غير المشترك ديال الوصول كنستافدوا من 4 ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي تقويه القدرات ديالنا يعني حنا كيفاش تكون عندنا شخصيه قويه عافاك كيفاش تكون عندنا شخصيه قويه كنقرا مزيان مربي مزيان كنتواصل مزيان كننتج مزيان تالي انا بطل سهله ما كان اي حد. كنستافد كذلك انني مندمج داخل المجتمع انا ماشي معزول على واحد المجتمع انا مندمج فيه وممكن نكون منتج الافكار منتج البرامج ومنتج الانشطه كنتمرس على هذا العمل. ثالث حاجه هو كندير اختبار ذاتي شنو هي المواهب اللي عندي كيفاش نصقلها باش تكون واحد المواطن صالح كيعطي وكياخذ يتفاعل وكيعرف الواجبات ديالو وكيعرف الحقوق ديالو. رابع حاجه هي اننا كنبنيو المستقبل ديال بلادنا كامل بشكل عام ديال المغرب بشكل عام حيت الا كل جمعيه دارت الحلقه هاد القمواتين كلهم مزيانين كلهم نقيين كلهم ثابتين والمغرب ديالنا الفوق. لكن شي حاجه كذلك استعوما ياك الا كانت هذا وزيدوا استمروا ولا حبسوا ولا اللي بغيتوا انا ما كاينش عندي كيما شفتوا دابا واحد دينا بالتواصل والتعبير نقاط خديتوهم سجلتو كما رؤساء المجموعات اللي كانوا تيسجلوا عندنا آية الوردي عندنا محمد مبارك عندنا الدغوغي عندنا شكون الاخر مجموعه اخرى نعمه الصايغ وعندنا سلمى العلام. هادو رؤساء المجموعات في الاخر هما اللي غينوضوا لهنا غينوضوا للبلاصه وهما اللي غادي يعرضوا لنا شنو قال الاستاذ وشنو هذا. دابا ان شاء الله واحد الاستراحه ان شاء الله من وراء غادي تكون واحد وجبه صغيره